فطوم معايا انا فاطمة الجاوي. اذا كانت المرة هذه اول مرة تشوفوني فيها فلا تنسوا تروحوا تشوفوا البرومو عشان تعرفوا ايش الحكاية، وشاركوني تجاربكم على الهاشتاجات الموجودة تحت في صندوق الوصف سواء على تويتر او على انستغرام. وبما اني دائما اوفي في بوعدي الحلقة راح اكمل معاكم سلسلة ملابس الفتنس او الورك اوت، وراح نتكلم اليوم عن الورك اوت توبس. نيجي معايير اختيار التوبس لافضل اداء رياضي من تجربتي الشخصية. لما نجي نتكلم عن المقاس فهنا يفرق كثير عن البرا والليجينج، لانه التوبس عادة مقاساتها ما تفرق كثير عن مقاسات التوبس العادية، لكن في عامل مهم يعتمد في المقاس اللي هو الموديل. لما نجي نتكلم عن الورك اوت توبس فعندنا اربع موديلات درجة، واللي هي الكروب توبس، الاكمام الطويلة، التانس والتيشيرت. نتكلم عن الكروبس، افضل النوع اللي يجي ماسك من عند الابس او اللي يجي بباند، لكن احرصي انك تختاري خامة جيدة للباند عشان ما تدوب معك مع الحرارة او الغسيل، وتجنب المطاطية لانها تضايق جدا وتمسك في الجسم وتلصق في العرق. اتجنبي الكروبس اللي تكون واسعة او اللي تكون من غير باند او عقدة، لانها غير مريحة في الجيم وغير مريحة خلال التمرين، صراحة ما لها لزمة. ثانيا الاكمام الطويلة، انصحك بانك تكوني مع الاكمام اللي تكون ماسكة شوية على الجلد، وتتجنبي الاكمام الواسعة لانها تعيق من حركتك خلال التمرين. من تجربتي الشخصية الثمب هول اشوف انه مرة ما لها لزمة. موديل الزيب اب من الاكمام الطويلة عادة يجي بماتيريال اثقل من ماتيريال الاكمام الطويلة العادية، فعشان كده انا اتجنبها ايام الابر دي، لانه ايام الابر دي ابغى اشوف تفصيلة العضلة في المراية وتقول الماتيريال يمنعني من اني اشوف اللي ابغاه، فعادة البسها، ولكن يكون في اللور دي او ايام البرد او الاوتدور فيتنس. ثالثا التانك، انصحك وبشدة انك تبتعدي عن التانك اللي فيه فتحات من كل مكان او فتحة الباب تكون مرة كبيرة، لانها بصراحة ما لها لزمة. وايضا اتجنبي اللي فيه عقد وستراب وضفاير ودي الاشياء، لانه تنهري مع الغسيل. افضل التانك اللي مايل اكثر شيء للبدي العادي. رابعا التيشيرت، ما في تفاصيل كثيرة، بلين اند سمبل تيشيرت، هذا افضل نوع بالنسبة لي. اخيرا جودة الماتيريال، لما جيت ادور هذه المرة لقيت ان التقنية جدا متطورة فوق ما تخيلت، والهدف طول عمر القطعة ومنع امتصاص العرق. في تقنية اسمها الاكس ستابيك، وهي تقنية تستخدم معدن الفضة في النسيج، واللي اثبتت انها تمنع نمو البكتيريا والفطريات، وبالتالي تمنع الروائح الكريهة. وبرضه ما زالوا يستخدموا الكول ماكس والبوليستر والقطن المخلوط. واخيرا لو في المجمل، ابتعدي عن البلايز اللي تكون وسيعة وفضفاضة جدا، لانه ما لها لازمة. عند اختيارك للجيب فاختاري الجيب اللي يكون فيه السوستة، غير كده يكون غير امن وغير عملي. ايضا اشوف ان الهوديز ابدا ما لها لزمة، وكمان ابتعدي عن البلايز اللي تكون فيها حشوة البرا، لان الحشوات عادة ما تجي في مكانها اول حاجة، ثاني حاجة ابدا ما تغنيكي عن لبس البرا. الى هنا اكون وصلت معاكم لنهاية الحلقة. اذا عجبتكم الحلقة لا تنسوا لايك وتشتركوا في القناة وتضغطوا زر الجرس وتشاركوا الحلقة هذه مع صحباتكم البنات عشان يستفيدوا زيكم. نشوفكم الحلقة الجاية، سلام.